الحظ راهو بديع في الكورة، موجود الحظ على مباراة، موجود الحظ إذا لكن كان مش على مستوى بطولة، مش على مستوى بطولة، لكن على مباراة شوط أول أردن مصر هو حظ، هو حظ، لأنه الأردن يفوز 4-0 وبسهولة. علاش حظ؟ علاش ما تقولش تألق حارس مرمى؟ أكيد أكيد، لكن في في جزائر المغرب، جزائر المغرب هذه في كرة الكابتن ماجد اللي لعبها يوسف بلايوس، لكن نشوفها في التلفزيون كابتن ماجد وحسن هاي الكرة موجود يعني فيها عنصر. طبعا يوسف دائما هو من الناس اللي يعشق مثل هذه الكرات، كنا نتمنى كنا نتمنى بعد هذا الهدف الجميل تذكرنا الهدف الذهبي، لانه كنا في الوقت الاضافي اللي يسجل توقف المباراه مش نبقاو في هذيك النشوه تاع الفوز تاع الهدف الخرافي. ما فرحتوش به برشا المغاربه في ساعات، لان بسرعه لا بعد في ساعات عدوا المغاربه يعني لا، ولكن يبقى حتى بعد الهدف هو 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 ما يكون اجمل هدف هدف رياض محرز في كاس افريقيا علامه مسجله، وهدف يوسف بالليلي امام المغرب سيبقى الى ربما عشرات السنين هدف من اروع ما يكون.